صراحة أنا بعمل تعلمت أشياء كتير، مثلا تقويت بالإنجليش بدورات الإنجليش تقويت وبدورات الصيانة، تعلمت قصص كتير. أول شيء لما فت على المؤسسة يعني ما كنت عارفان أساسا في مؤسسة وحد بيتنا، يعني في حدا كمان من رفقاتي يعني إجا خبرني إنه في هالمؤسسة عم تعمل دورات أجنبية، وأنا كان بحاجة لحد لهاللغات لحتى أتقوى فيها. لما بلشت فيها فتت وبلشت لقيت فيها كتير قصص، في كتير عالم منيحة بدأت تطور منها وتعمل منها شيء لقدام. الأشياء اللي يعني عم يغلطوا فيهم موجودين هون عندك، هون هي هاي الورقة محطوط عليهم صح، عرفت كيف؟ أنا فت موضوع الكهرباء لأنه هو أكثر شيء ناجح بهالوقت هيدا، وتحديدا كان في حدنا الأستاذ عم يدعمنا بكل شيء، ولما نحن نقلنا الفكرة إجمالا هو كان عم يدعم كل العالم، بس ولكن لما حسيت إنه هذا الموضوع في 10% إنه حينجح كفيت فيه وعطيت كل جهدي، حتى الحمد لله هي صرنا عندنا محل وعم نشتغل وماشي حالنا. في اشغال رفضت منها لانه تقلعت او انه واجهت مشاكل مع المدراء ورفضت منها، وفي الاشغال اللي كان عم ينصب علي فيها كان اعطاني كثير مبلغ قليل وشغلي كثير كان متعب. مؤسسة العمل قدرت توفر لي كمان الشغل حتى ضمن المؤسسة نفسها ذاتها، يعني فتحوا لنا محل مثل ما قلت لكم واشتغلنا فيه وشي حالنا. لا يلا ما بفتش. مع برجا كتير ولا برجا كتير؟ ها؟ برجا كتير بتصير 10 دولار. تعال 2.5 10 دولار ما تحرك في المجال. يلا بلوك قهوة ولا برجا؟ بداية بعد يأس كبير من محاولات بشغل كذا شغل اشتغلته، فتح مؤسسة عمل الحمد لله رب العالمين، تعرفت على عالم كتير مهضومة كتير منيحة، تعلمت أشياء كتير حلوة مثل الصيانة وغيرها، والأحلى لما أنه إجا المشروع عملنا فكرة المشروع وقدمناها. الصراحة ما كنا مطمئنين كتير منها، بس لأنه نحن بنحب هيك شيء فعملنا هيك شيء، والحمد لله نجحت وقدرنا أنه نبدع فيها، والحمد لله نقبل المشروع وهينا جبنا الأشياء والبضاعة وبلشنا نبيع الحمد لله بالعالمين. سمعت من رفقاتي انه في معهد اسمه مؤسسة عامل عم يدرس فيه دورات كتير، فرحت شفت اول شيء انجليش، وبعدين بعتوا انه في كمان دورات مهنيه، فانا كنت حب التصليح والصيانه وفتت فيها للدوره، وبلشنا نتعلم كيف نصلح قطع صغيره، كيف نصلح لمبه، قصص كتير تعلمناهم مع الاستاذ هادي. وبعدين بعتونا انه بدهم يعملوا مشروع، بدهم ياخذوا مشروع ويدعموه فئه من الشباب، وعملنا كذا مشروع والحمد لله ربح مشروعنا وبلشنا نشتغل عليه. كبداية العالم بيقطع كثير، ما بينباع كثير، واكثر شيء بينباع اللمبات، حتى باليوم ما بنبيع فيه انا بشتري فيه عادي عادي بشتري، ما بيمشي المحل. واول فترة اول مشكلة واجهناها هي السعر، العالم فكرت انه عم نصب عليها، اما هي بس البضاعة كانت غالية، بس رجعنا كمان نزلنا مسار البضاعة حتى لو ما في ربح، لو على راس مال المهم نبيع. ونحن هيك جونا بضل بكل يوم عشان يمرق نهارنا بشكل سلس.